مو صلاح أسطورة أساطير كرة القدم في أوروبا الآن. شوف ميسي عظيم ورونالدو عظيم. اسكت، ده احنا هيبقى في عندنا ماتش قريب مع رونالدو يا جماعة، ربنا يستر. أيوة احنا الزمالك هنلعب مع النصر السعودي، مهم لما نشوف كده. لكن خليني هنا هرجع، هتقولي بس ميسي أسطورة كروية يوسف، أقول لك بص، ميسي أسطورة كروية طبعا، بيلي الله يرحمه أسطورة كروية طبعا، أرماندو دياجو أرماندو مارادونا طبعا أسطورة كروية، مفيش خلاف. أنا قلت الحكاية دي مرة قبل كده، يا جماعة صلاح ماشي في الخط ده، مش ماشي في الخط بتاع إنه يبقى لاعب مهم وكبير واسمه ملعلع في كل حتة ما شاء الله، وإنه يبقى من أغلى اللاعبين أو من أكثرهم تهديفا. صلاح كده وانت تقعد تراقبه وتشوف طريقته وتطوره، مش بس تطوره على الملعب، لكن تطوره هو، تطور الشخصية بتاعته والتطور الفكري بتاعه وتركيبته، ده هدفه أكبر بكتير من أنه يبقى لاعب من اللاعبين الأغلى على مستوى العالم. لأ لأ، ده راجل رايح في حتة تانية، ده ماشي في السكة دي بتاعت بيليه ومارادونا وما إلى ذلك. طبعا ربنا يحميه من الامور اللي مر بيها مارادونا فيما بعد. يعني الماتش بتاع امبارح بتاع ليفربول ومانشستر يونايتد 7-0 ده، صلاح تاتش وود تاتش وود جايب فيه جونين وعامل فيه 2 اسيست. طيب بس كده؟ لا، ده كمان يتوج صلاح كاكبر هداف في تاريخ نادي ليفربول بالكامل. الاحتفاء بصلاح مش بس عندنا احنا هنا في مصر بقى باعتباره اللاعب المصري المحترف محمد صلاح، لا، الصحافة البريطانية، المجتمع البريطاني، المجتمع الرياضي البريطاني بيحتفي بهذا اللاعب الفذ. طيب خليني بعد إذن حضرتك أخد معانا عبر سكايب كابتن إبراهيم، هل هو المدرب بالاتحاد الإنجليزي أحد رموز الكرة المصرية والبريطانية. أهلا بحضرتك يا فندم. أستاذ يوسف مساء الخير، تحيات لحضرتك. إزيك يا كابتن، عامل إيه؟ البرنامج ربنا يخليك، وحشنا كتير. وحشنا قد الدنيا. ربنا يخليك حبيبي. احكي لي على صلاح. طيب. صلاح ما وأنت بصحة والسلامة يا رب. احكي لي على صلاح. أنا أدعيت وأنا مش متخصص يعني إن صلاح ماشي عليك في سكة، مش سكة إنه يبقى من أغلى لعيبة العالم، صلاح ماشي في السكة عليك بتاعت الأساطير، يعني بيليه ومارادونا، هو عاوز يحط نفسه في حتة تانية. دي حقيقة. كمان أنا كنت موجود معاه من حوالي 10 أيام في نيوكاسل، هنا كان عنده مباراة مع نيوكاسل. أوكي. وكنت قبل الماتش معاه بساعتين وشفت الإصرار في عينيه في جوه الفندق، ورحت قابلته. عايز اقول لحضرتك ان محمد صلاح عن في ماتيريال ممكن الاعدادي برضو يوريه لحضرتك. لا ما شاء الله التركيز. صلاح نضج جدا يا استاذ يوسف بطريقه عاليه جدا، التزام. الراجل خلاص عارف بيعمل ايه، اشتغل في السيستم، مأقلم نفسه، عايز يوصل زي ما حضرتك قلت في المقدمه ان هو يبقى من اساطير العالم، يخش في المنظومة يتذكر اسمه. وحضرتك عارف ان التاريخ ما بيكدبش، التاريخ دايما بيذكر الناس، سواء يعني فيما بعد ما شاء الله على اللونج ران. صلاح مركز، صلاح عارف هو بيعمل ايه. في حتة تانية صلاح ناس كتير قالت ان هو هينط من المركب لما ليفربول ماشي يعني مش ولا احسن السنة دي ومش بينافس كويس. لا، صلاح ثبت للناس كلها، وبدليل ان هو امبارح نزل بوست وقال ان انا بمر باحسن فترات حياتي بعد ما وصل استاذ يوسف ل 129 هدف عدى روبي فاولر. طبعا روبي فاولر 128 هدف، محمد صلاح ما شاء الله 129، مان اوف ذا ماتش امبارح، 2 اسيست، هدفين زي ما حضرتك قلت. حتى الجون اللي حطه الثاني ده جون جميل جدا، جون كله متعه، وحطه في مين؟ في نجم كبير اللي هو يعني دخيه، حارس مرمى كبير جدا مان يونايتد. النهارده امبارح بتتكلم 7-0، احنا كلنا يعني قبل الماتش يعني هنقول 2 مثلا 2-1 1-1، مش متوقع ان الماتش يخلص كده. الشوط الاول كان 50-50، الشوط الثاني مان يونايتد ما جوش خالص. النهارده اليكس فيرجسون بيقول لك انا يعني انا 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 في خزي
انا يعني من لعيبه مان يونايتد عليهم خزي وعار، يعني انا اللي انا امبارح كان موجود في الملعب، ولكن ليفربول بسم الله ما شاء الله كان اول اوفر، يعني ده تيم يعني كانوا موجودين في كل مكان، خلصوا المباراه. محمد صلاح كل زمايله لو تشوف ان هو بعد كل هدف او كل اسيست زمايله بيروح يتسندوا عليه، يعني سند في الفرقه واضح. طب كابتن ابراهيم، انا الحقيقه مشغول ومتعجب بايه بقى؟ اتفضل. مانشستر يونايتد ما هواش من النوادي الخفيفه، ده نادي تقيل. لا. تقيل تقيل، يعني عظمه زي ما بيتقال كده. ازاي 7-0؟ وتد في الكره الانجليزيه، وكمان بدليل ان مستر اليكس فيرجسون كان موجود امبارح هم اتاخدوا، حتى اريك تيجن هاج اللي هو المدرب الهولندي قال ان اللعيبه ما كانتش موجوده، عقولها ما كانتش موجوده امبارح موجوده في الملعب. ليه؟ احنا اتخطفنا، يعني بلغه الكوره احنا خطفونا، احنا اتخطفنا، اللعيبه ما كانتش الكوميونيكيشن ما كانش موجود، ما كانوش موجودين. صعب جدا يا استاذ يوسف ان انت تروح ملعب انفيلد وتطلع منه بنتيجه. ملعب انفيلد ده يعني ملعب الرعب زي ما بيقولوا، يعني معقل شيطان الحمر. موضوع صعب جدا، زائد كمان ان ليفربول من مانشستر حوالي نص ساعه، فديربي ماتش صعب جدا. محمد صلاح بيحرز 12 هدف يعني على يعني في ماتشات مان يونايتد، وعلى التوالي 7 مباريات ما شاء الله بيحرز اهداف. لا امبارح كانت يعني كانت الغزاله رايقه زي ما بيقولوا يا استاذ يوسف، كانت الدنيا كانت جميله جدا قوي، يعني قوي قوي، والعتبه كانت دخلتها حلوه. فالناس لما خلص، بس اللي بقى في نقطه جميله جدا، واحنا كمان كمدربين ويا ريت الناس اللي بتتفرج علينا، ان يورجن كلوب استاذ يوسف بعد الماتش الجماهير ندهت له عشان يحتفلوا معاهم، في حركه بيعملها هو كده بايده وهم يقولوا يعني ايه يتفاعلوا معاه. امبارح عمل لهم كده رفض ان هو يحتفل علشان ما يخلصش على مان يونايتد، لان هم ضيوف عنده. أيوه. هم جيرانه. لا الراجل بصراحه ذكي جدا، عجبني قوي. انا كمدرب بصيت كده، راجل شيك. ايه يا عم ده انت شيك قوي قوي، شيك قوي قوي قوي. وحتى بره المباراه، يعني بره الكوره، انا قابلته على المستوى الشخصي، راجل تقيل وراجل شيك. امبارح ما رضاش يخلص على الراجل ولا يخلص على الفرقه، لا سقف حضن اللعيبه خلاص وابتسم ومشى ودخل الاوضه. يعني انا بقيت واقف كده مذهول، ايه اللي انت بتعمله ده؟ طب عندي سؤال كمان يا كابتن ابراهيم. مجتمع الكوره في انجلترا واحد، ومجتمع الكوره كده في العالم بعد ماتش امبارح باصين لصلاح ازاي؟ من خلال متابعتك اكيد تابعت ويعني دققت في كل حاجه اتنشرت، باصين على صلاح ازاي؟ لا ايقونه كبيره جدا، هو اللي شان الفرقه النهارده. بص مين موجود في الفرقه، مع يعني العناصر الثقيله مش موجوده، عندهم اصابات كتيره السنه دي، مش ماشيين، مش يعني النهارده في المركز الرابع لا الخامس لا السادس، مش ولا احسن. لا صلاح عنصر اساسي ومهم جدا جدا جدا، هو اللي شال الفرقه حاليا. حتى على المستوى الشخصي صلاح ويورجن كلوب انا شفتهم حتى بره بيعاملوا ان هو كبير، بيعاملوا اللي هو ايقونه كبيره، بيكلموا بيتعامل معاه ان هو صديق، ان هو اخ، مش بيتعامل معاه ان هو لعيب كوره او ان هو بيشغل عنده في الفرقه او ان هو المدرب بتاعه. لا الذكاء، السيستم يا استاذ يوسف، صح. السيستم عندنا قوي جدا، السيستم عندنا اي حد عنده استعداد ان هو يزرع ويحصد هيكون موجود في الكره الانجليزيه. تزرع هتحصد، تعالى اشتغل اعرق واجتهد هتبقى اسطوره، هتبقى لعيب كويس، لان السيستم والسيت اب الموجود عندنا هنا في انجلترا بيأهلك ان انت تبقى احسن حاجه. ولكن لو انت دخلت السيستم وحسيت ان انت بره المنظومه ومش قادر، بص محمد صلاح استاذ يوسف بتحرم من حاجات كتيره، انا دايما بقول الكلمه دي لان انا عارف وقريب وشايف انا في المطبخ، بتحرم، بيقعد 3-4 ساعات في الجيم، بيجي على نفسه بيقول لك انا عندي تارجت لازم احققه. ايوه، بياكل لحتة. بطريقه وبينام بطريقه وبيتعامل في حياته، حتى حياته الاجتماعيه ليها نسق معين جدا. اولا عايز انا هقول لحضرتك على حاجه بعد اذنك، سوري على المقطع، الناس يعني هو عنده يعني في صور، ناس ان هو راح الماتش في نيوكاسل طلبنا صور وكده، قال ان في يعني ان التعليمات ممنوع خلاص، في التزام
فكان ممكن يقول لك لا ده انا مو صلاح يا عم، ايه يعني ماخد سيلفي ولا صور؟ لا، زيه زي اي حد سيستم بيلتزم بيحترم التعليمات. لا، السيستم يا استاذ يوسف بس سيستم بالظبط. قوي، كل ثلاث ايام مباراه. انت متخيل لما تقعد تجري 180 ولا 90 ولا، وتيجي تبص تحسبهم كام دقيقه في الاسبوع، وتيجي تبص تلاقي جسمك ده يعني انت عايز تبقى في على طول في الدايره. اه طبعا، فعشان توصل للمرحله دي ما هو لازم يكون علشان يعني ابقى محمد صلاح او عشان ابقى ليفربول ولا عشان ابقى كذا، هي نظام ما فيهاش هزار. خليني الاول اشكرك يا كابتن ابراهيم، كل الشكر لكابتن ابراهيم هلهول مدرب المدرب المصري بالاتحاد الانجليزي، كان يحدثنا من نيوكاسل.